العرس قرب، مرتاحين ومتحمسين. الأردن تستعد للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل السيف. أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد يتعرف على حدا زي ربي. كان في يوم هيك إشي ذكرني فيها وطلبت أسأل عنها، وسبحان الله صار النصيب. والكل بانتظار قصة البرنس تشارمينغ وخطيبته تتوج بحفل الزفاف، فهو واحد من الأحداث المنتظرة في العالم العربي. وهي العرس قرب والحمد لله مرتاحين ومتحمسين، والله يبارك فيك، ونتمنى السعادة والفرح للجميع. والعد التنازلي بدأ لهالحدث الضخم، فتم الإعلان أنه يوم 1 جون حيكون عطلة رسمية للجميع بالأردن، فحينتهي الدوام يوم الأربعاء 31 أيار الساعة 1 الظهر، ويبقى حتى مساء الخميس 1 حزيران، حتى يقدر الكل أنه يشارك بالاحتفالات بزفاف أميرهم المحبوب. فالديوان الملكي الأردني أعلن عن تفاصيل يوم الزفاف اللي حيبدأ بعقد القيران في قصر زهران. من بعده حينتقل العروسين بموكب يمشي لكل شوارع عمان ليوصل لقصر الحسينية، وهناك حيكون حفل الزفاف. وهالموكب رح يرجعنا بالذاكرة لموكب زفاف والده الملك عبدالله والملكة رانيا. والجمهور حيكون بيتابع كل هالتفاصيل في بث مباشر بيخلص بمجرد دخول العروسين لقصر الحسينية، اللي حيقام في حفل استقبال وعشاء بمناسبة الزفاف، لكن الحفل حيكون مغلق للإعلام. وكجزء من الاحتفالات بالأردن، بدأوا الفنانين الأردنيين بتحضير أغاني لهالعرس، أولهم حسين السلمان يلي أطلق أغنية اسمها هذا يوم الفرح. هذا يوم الفرح، يوم السعد، زينوا الوطن، رش الورد. وابن عمه نجم السلمان أيضا بدأ التحضير لأغنية خاصة. أما عيسى السقار فنزل أغنية من أسبوع بعنوان زفة الأمير حسين يلي صار سامعها لليوم أكثر من 200 ألف شخص على يوتيوب. يا ناس صلوا على النبي. وطبعا عمر العبدلات، زين عوض، ديانا كارزون، توني قطان وغيرهم كثار رح يكون لهم أعمال خاصة بهاليوم. الأواصر المتينة التي تجمع ديننا